لكم على 7 أسرار دايما بيتبعوها الأشخاص الصحيين في حياتهم اليومية. أولا، تناول الفطور. من أهم الوجبات في اليوم هي وجبة الإفطار. الفطور يرفع من معدل الحرق في الجسم، يساعد على خسارة الوزن، يقلل من استهلاكك للأكل أثناء اليوم، كمان يساعدك على التركيز في الأداء أثناء اليوم في العمل وفي المدرسة. ثانياً، شرب المياه. يفضل شرب من 2 لـ3 لتر من الماء يومياً في أي وقت في اليوم. شرب الماء يحسن أو يساعد على نزول الوزن، يحسن من الإخراج، ممكن تغيير طعم الماء بإضافة شرائح من الليمون أو البرتقال أو النعناع. شرب الماء لا يشمل المشروبات السكرية. ثالثاً، تنظيم الوجبات. تناول 5 إلى 6 وجبات في اليوم أفضل من تناول وجبة أو وجبتين. يجب وضع هدف للسعرات الحرارية اليومية وتسجيلها للحصول على نتائج أفضل. رابعاً، الحركة البدنية. المشي من 30 إلى 40 دقيقة يومياً 3 إلى 5 مرات في الأسبوع يعتبر مثالي. المشي يساعد على تقوية الحالة الجسدية والحالة النفسية. يفضل المشي أثناء النهار للاستفادة من أشعة الشمس وفيتامين د. خامساً، النوم. بعض هرمونات الجسم تفرز في الليل أثناء النوم، تساعد على تحسين المزاج وتقوية الذاكرة والتركيز، كما تعمل على تحسين أو تجديد خلايا الجسم بشكل عام. يفضل أخذ قسط كافي من النوم يومياً على الأقل 5 ساعات في اليوم. سادساً، التأمل. الكورتيزول هرمون يفرزه الجسم يعمل على تخزين الدهون. في حال التأمل والاسترخاء العميق يهبط مستوى هذا الهرمون. تشير الدراسات إلى أن التأمل ممكن أن يقلل من نسبة تناول الأطعمة الغير صحية والأكل العاطفي. سابعاً، تعلم مهارات جديدة. الحفاظ على العقل بنفس أهمية الحفاظ على الجسد، فيجب عدم التوقف عن تمرينه. إن تعلم مهارات جديدة مثل لغة جديدة أو القراءة يساعد على تقوية الذاكرة وتأخر أعراض الزهايمر والشيخوخة. الدراسات بتأكد إنه أي عمل نعمله لمدة 21 يوم على التوالي المخ بيبتدي يتعامل معاه كعادة يومية، وبنبتدي إن احنا فعلا نتعود عليه. فتخيلوا قد إيه ممكن إن احنا نكتسب عادات صحية لو بس ركزنا مع نفسنا شوية وابتدينا نعيد نفس العمل لكذا يوم على التوالي. طبعا في عادات أصعب من أخرى، يمكن تحتاج مجهود أكتر وقت أكتر، ولكن أكيد بالمثابرة والإصرار مفيش حاجة مستحيل.